السلام عليكم، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا، تنجدد بكم الترحاب في فيديو جديد. تنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. اللي عجبكم ما تبخلوش ليا باللايك ديالكم، بالبارتاج، بالاشتراك في القناة. اللي كنتوا أول مرة تزوروا القناة ديالي، دعموني بالاشتراك ولايك وبارتاج، وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد فين ما نحط شي فيديو توصلوا بها. اي حاجه بغيتوها البنات راه غادي نرسلها لكم في الامانه. ديروا سكرين من لا فيديو، تواصلوا معايا في الرقم اللي تيبان لكم في الشاشه، وديك الساعه اللي بغيتوها راه غادي نصيفطها لكم في الامانه. مرحبا بالجميع. غادي نبداو البنات باول طقم. كيف تتشوفوا طقم ديال كل نهار، طقم خفيف هانتوما. حاول نقرب لكم باش تشوفوا، فيه الحجر في الصفر والحجر الابيض. هانتوما البراسلي، الخاتم، لا غورميت، و لا شين بالبوندونتيف، والحلقات. يعني طقم متكامل. هانتوما هالطقم هذا البنات، الثمن ديالو 280 درهم. اللي بغات شي حاجة تواصل معايا في الرقم اللي تيبان ليكم. ندوزو دابا لهالطقم بلدي، طقم دو بيس، فيه لاشين بالبوندونتيف وفيه الحلقات. وكيف تتشوفو الدق بلدي. هانتوما نقرب ليكم، غزال البنات، فيه ديك الحجرة في الخضار وفيه الحجر داير بيه هنايا ابيض. بيان سيغت يا البنات، هذا اونسومبل بلدي، تيجي زويون يعني ديال الحضور، والثمن ديالو 200 درهم. كاين هاد البراسلي هذا، انتوما راس ديال حيوان. المهم انتم الراس ديالو فيه الحجر، قرب ليكم، معاه لاباك ديالو. انتم الشكل ديالو تيجي زويون. كاين البنات اللي تيبغيو بحال هاد الموديلات، هذا الثمن ديالو البنات 200 درهم. البنات هاد البلاكيور هذا راه اكس بي، باش تعرفوا يعني راه اكس بي، هو باش تنخدم الاكس بي واللاسي، يعني الماركه الزوينه ديال البلاكيور. كاين البنات هاد البراسلي هذا اللي تيبان بحال ثلاثة، ولكن هو راه غير واحد كارتي. هانتوما الشكل ديالو. هذا البنات كان 160 درهم، دابا 130 درهم. اللي بغات واحد، جوج، ثلاثة، على حساب اللي بغات. واللي خات ثلاثة راه نعطيها الخاتم ديالو بالمجان. اللي بغات شي حاجة البنات دير سكرين من لا فيديو، تواصل معايا في الرقم اللي تيبان لكم. مرحبا بالجميع. براسلي ديال الكلو، براسلي خفيف ديال كل نهار، تيجي زويون في اللبسه، بزاف البنات تيطلبوه ليا. ها هو كاين ثاني البراسلي ديال الكلو البنات، الثمن ديالو 120 درهم. لي براسلي كارتي فان كليف لا مارك ديالو، هادو البنات اللي تطلبوهم ليا بزاف. ها هما كاينين ثلاثة ديال لي براسلي، الفضي والغوز جولد والجولد، وثلاثة ديال الخواتم ديالهم. كيجيو تري شيك في اللبسة ديالهم، وشي حاجة اللي راقية ودارجة على الموضة. والثمن ديالهم البنات 250 درهم. اللي بغات شي حاجة تواصل معايا في الواتساب، دير سكرين لا فيديو تواصل معايا. مرحبا بالجميع. زوينين هاد البراسليات هانتوما بنات، راه هاد الشيء اللي تنخدم به راه الاكس بي واللاسي، يعني الماركه الزوينه ديال البلاكيور. نتوما شوفوا الشكل ديالو. هاد البنات شمار، فيه الحجر في الخضر والاحمر والبيض. انتوما
الشكل ديالو زويون، شي حاجة اللي تتجي هماوية في اللبسة ديالو مع البلدي. الثمن ديالو البنات 300 درهم. ندوزو دابا لهاد الطقم، هذا رومي ديال كل نهار، الثمن ديالو 200 درهم. كاين تاني هاد الشكل، هذا فيه الخاتم، فيه الكورميطة ولاشين بالبوندونتيف والحلقات، الثمن ديالو 200 درهم. كاين تاني هاد لونسومبل، هذا فيه بحال دي سيركل. كاين تاني هذا ديال داك الوردات مدليين، وما دو كلهم هادو البنات سيديرو 200 درهم. اللي بغات شي حاجه البنات تواصل معايا في الرقم اللي سيبان لكم في الشاشه في الواتساب. مرحبا. كاين تاني هاد الشكل، المهم هادو شكيلات ديال كل نهار. دابا غادي ندوزو للتشكيله من لونسومبلات ديال 130 درهم، اللي فيهم الحلقات ولاشين بالبوندونتيف والكورميطه، هادو كلهم 130 درهم البنات. في اخر الفيديو كاين بعض الموديلات اللي دائما تتكون عندي، اللي بغات شي حاجه البنات تواصلوا معايا في الواتساب. ومرحبا بالجميع، واللي ما شريت نزه الله يجيب غير الرزق. شكرا لكم بزاف، وتنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وتنكون تلبي الطلبات ديالكم كلكم. مرحبا بكم، ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بأي فيديو سنحط. شكرا لكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، في أمان الله.